كدب آو وها بين سمعاه سمعاه نسل لك النبي أيا وحول باك هاف تلصن بالله من محمد القوضة صلنا اللهم صل على محمد وعلى محمد انت كدب إلهي بام هذلي وحن ايجي مركان صوق علي تدك ما يشف فرديا إيه قيمه إيسه إيه مدح نبدي إيسه إيه ملكي إيسه إيه ماموس إيسه قف قدو ورورية إنه قمت شرو إن قانا اللو قبصدو إن بلايات عركة كسور لعضة كل لعضة وحا إنه قف فردنا وان نبدقلي إيه خير إنه قمي ناس ميسين لكن إلهي بين السيجي وحا إنه قبنا إنه يا وحا إنه هاي السنة مركة إنه إلهي وشكر نغرانا إلهي وحو إنه أبلا قادة إنه إنه كرين إيه مركة إلهي إنه وإنه مهات لغينا إلهي بام هات سكالي إنتا كدب بريش كان سيد اللورد جاي واحد مودي سمر بمركة بيسن قيمه هيسة كرلو ودي باي مركة هرا هذا الكو حلو بلعبينه لبا حافظات سكحرة مركة تمر مقالة هركيساب اللي قارسيجي لكن وحاي مقطع ولينا اللي قارسينين هالقوها هرتا بريش كاني وحوق حرا سكحرة تدخوق بدن الصوماليات sababtu waxa weeyaan dawlad deegaanka Soomaalida inuu taar karnahay raashinka ugu badan ee halka qaar buu maraa waxa gaadhi istiida habeenkii raashin sida ee halka maraya wadiyabaysa had wadada aad bay ka baxaan dhagax buur bay isugu tagaan qaar kudna ila goday iyo iimay bay qabtaan qaar kudna ila fiiqiyo boqol maayo ay qabtaan Soomaalinimada siyaasada iyo Soomaalinimada rabshada iyo Soomaalinimada aan khayr badan lahayn walaal hadal hayaan badan laakiin Briishkan waa kii Soomaalida dhabta ah ee xagga nolosha iyo ganacsiga iyo baayac mushtarkiis kaga xidhay dhismihiisuna qof kasto Soomaaliya wuu yaalaa waana wuu faa'iido